خير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ورجعت لكم باكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. يا رب تكونوا في احسن وافضل حال. النهارده هنعمل مع بعض حاجه حلوه قوي قوي، جميله جدا جدا. عايزه اقول لكم الشتاء بقى وروايحه، والفرن لما بيقيد بقى ويدفي الشقه في الجو البرد اللي احنا فيه، وروايح المعجنات بالذات في فصل الشتاء بتبقى حاجه، عايزه اقول لك تحفه، بتجيب الخير للبيت. يعني عايزه اقول لك تحسي ان اليوم اللي هتعملي فيه معجنات ده، يعني انا شخصيا بعتقد ان ربنا ده خير وربنا بعته لي. تعالوا بقى مع بعض نشوف هنعمل ايه في المعجنات اللي انا بقول عليها. بس في بدايه الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، اذا انتوا جداد على قناه بيت العيله واكلات نرمين ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك اذا الوصفه عجبتكم. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين معايا معلقه ونص خميره فوريه بما يعادل كيسين من الخميره اللي هي بتتباع فوريه في الشارع، اي نوع خميره. ومعايا كيلو دقيق، هحط عليه ربع معلقه صغيره ملح، وهحط عليه المعلقه ونص خميره، وهحط عليه معلقتين سكر اذا حابين، بس بالسكر بيبقى حلو، وذره الملح والخميره، وهنزل بكوبايه زيت بس كده. هاخد الكلام ده كله اقلبه كويس بحيث اشرب كيلو دقيق بتاعي من الزيت والملح والسكر والخميره. الخميره بتاعتي طبعا انا شغاله بيها اكتر من مره فضمناها وعارفه ان هي كويسه. انت اذا اول مره تجربي الخميره هتجيبي كوبايه تحطي فيها معلقه سكر وتحطي فيها كيس الخميره وتقلبيهم وتسيبيهم دقيقتين ثلاثه على جنب. لو خمرت يعني تبقى كويسه اشتغلي بيها، مش ما خمرتش وتفاعلت مع السكر تبقى مش كويسه. بس انا عشان مجرباها فاشتغلت بيها على طول. والدقيق لازم ننخله الاول قبل ما نعمل بيه المعجنات. طبعا كل نوع دقيق بيختلف يعني من نوع، فانا مش هقدر اقول لك كميه الميه بالظبط، يعني انا ممكن اكون استخدمت كوبايتين والعجينه بتاعتي شربتهم. انت ممكن تحطي كوبايتين وتعوزي تاني، ممكن تحطي اقل، فطبعا يبقى معاكي ميه وتحطي على حسب الحاجه. يعني اول مره تنزلي بكوبايه وبعد كده تنزلي واحده واحده بق بق كده. واحنا طبعا عارفين في فصل الشتاء لازم العجينه بتاعتنا تتعجن بميه دافيه، ما ينفعش بميه ساقعه. يعني دفي الميه وحطي بقى على حسب الحاجه لحد ما العجينه تتلم معاكي بالشكل ده. انا لو تلاحظوا في فيديوهاتي اللي هي الجديده اليومين دول بحاول اعجن على ايدي، بحيث لو حد ما عندوش العجان يقدر يعجن على ايده عادي خالص. اي عجينه الحمد لله ينفع تتعجن بايدينا، ربنا مدينا ايدينا احسن من 100 عجان. بس هو انا العجان عشان بقى التصوير والشكل بس مش اكتر، انما انا قبل موضوع القناه كنت بعجن على ايدي عادي خالص. بس كده هسيبها تخمر ساعتين، مش اقل من ساعتين. خلال الساعتين ممكن تشوفي شغل مطبخك، طبيخك، اكلك، تنزلي السوق، الكلام ده كله. انا بعجن الصبح طبعا عشان افطر بيها ولادي قبل ما ينزلوا دروسهم. ده كان يوم اجازه يعني اليومين اللي فاتوا بسبب سوء الاحوال الجويه، فطبعا قلت ايه اعمل لهم اي حاجه حلوه في البيت. والمعجنات من الحاجات اللي بتدي الشقه دفى فوق ما تتخيلوا. عايزه اقول لكم احنا كنا قايدين الفرن وقاعدين جنبه، يعني كنا في قمه السعاده. بناتي كانوا مبسوطين جدا جدا بالاجواء بتاعه ريحه المعجنات. وعايزه اقول لكم ما كلفتنيش حاجه خالص، يعني جهزت حاجتي قبلها بيوم لو مش موجوده عندي واشتغلت. معايا هنا عجوه طبعا، الحشوه دي في ايدك، حابه تحشي عجوه، حابه تحشي ملبن، حابه تعمليها ساده، براحتك خالص. طبعا العجوه حطيت عليها شويه سمسم وسنه قرفه وشويه زيت وعجنتها عشان بس ايه ما تلزقش في ايدي. وهبتدي بططها زي الطعميه كده بحيث على قد القرصه. القرص دي انا روحت سالت عليها في الفرن لقيت الكيلو عامل 35 جنيه. يعني انا عندي جونير مدمنه معجنات، فشافتها وقالت لي انا عايزه قرص من دي بكام؟ قال لي ب 35 جنيه. عايزه اقول لكم سبته ومشيت، مش عشان ما فيش فلوس، لا الحمد لله الفلوس موجود، بس انا شايفه ان هي ما تستاهلش ال 35 جنيه. لا انا روحت وانا ماشيه في الشارع جبت دقيق وجبت سمسم وجبت العجوه وجبت الحاجه، والصبح اشتغلت فيها وعملت لها بدل الكيلو 2 كيلو. حاجه نظيفه انا ضمنها بايدي، ضمن نظافه العجوه، ضمن نظافه الزيت، ضمن كل حاجه، وضمن يعني حاجه بيتي، البيتي طبعا لا يعلى عليه. بس كده عملت كميه العجوه كلها طبعا زي ما تحبوا بقى، حابين تعملوا نص كيلو دقيق، حابين تعملوا كيلو دقيق، حابين تعملوا 2 فيما فوق، يعني الكميه دي بتاعتكم انتوا. وده شكل العجوه طبعا بعد ما عملناها زي الطعميه كده راس صغير. هتعمليها على قد القرصه اللي انت عايزاها، عايزه القرصه كبيره، عايزاها صغيره زي ما انا عاملاها،
كل ده في ايدك انت. طبعا الخميره بتاعتي بعد الساعتين انا شفت كل اللي ورايا في المطبخ، بعد الساعتين ده بقى شكلها هاخدها اعملها كده بالمنظر ده اهو. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي. يعني اهم حاجه وفي المعجنات ادي العجين حقه، افضلي عجيني فيه يعني ايه، لازم تديله حقه. هاخدها طبعا اعملها كده كوره زي الليمونه، بس مش الليمونه الصغنونه، لا الليمونه الكبيره صغننه كده، بحيث ما تعمليش كوره كبيره وتخش الفرن معاكي تلاقيه ما بقاش قرص، لا بقى كايزر، هينفش معاكي ويبقى كبير جدا. فكل ما صغرتي في القرصه كل ما خدتي نتيجه احسن، انما كل ما كبرتي هيقلب معاكي على كايزر. بس كده هي دي الفكره. هاخده بقى اكوره كور صغنونه كده اهو، بصوا البلانشه دي صغنونه، انا هشيلها دلوقتي واجيب مفرش سيليكون هيساعدني احسن. مفرش السيليكون ده حلو جدا جدا، يعني انصح اي ست بيت جيبيه، حلو قوي ومش غالي. ده انا جايباه ب 20 جنيه بس، هو بقاله عندي يعني كتير، بتاع سنه ونص دلوقتي، بس حلو لو لقيتيه قدامك هاتيه، حلو جدا جدا لما بتيجي بتعملي معجنات. هاخدها اهو زي ما انتم شايفين بكورها كده. عايزه اقولك الطريقه حلوه جدا جدا، يلا شجعي نفسك، ولو عندك دقيق قومي اعملي قرصتين كده حلوين ده في شقتك وفرحي اولادك بيهم، فرحي نفسك. عايزه اقولك حلو جدا يعني في وسط النهار لو انت جعانه تقدري تعملي، تقدري تاكلي منهم مع اي حاجه جنبه. انا دايما بحب لما اجي اعمل معجنات اعمل الاختبار، فاخدت واحده وانا يعني عملت كام كره كده وقلت اخد واحده اعمل لها اختبار اشوف الاول هل الحجم القرصه كده كبير او صغير. لقيت الحجم كويس فابتديت اشتغل عادي. فانت لما تيجي تعملي قرص خدي الاول واحده سويها في الفرن، ومنها كمان تختبري درجه حراره الفرن. يعني لو انا مثلا عاملاه على 180 وارضيه القرصه استوت بدري ولسه وشها ابيض، يبقى درجه الحراره محتاجه تهدى شويه، الصاج محتاج يعلى شويه. يعني بتبتدي تختبري فرنك ازاي توفري الجو المناسب لسوى القرصه، بحيث ما تطلعش مثلا محروقه من تحت ونايه من فوق، مستويه من فوق ونايه من تحت. لا انا بظبط الفرن بتاعي، يعني انا كنت ظابطه الفرن على 180 لقيته لا درجه السوى المظبوطه على 150، فهديت النار شويه عشان القرصه بتاعتي تبقى مستويه كويس، ما تبقاش محروقه من تحت ومن فوق لسه بيضه، فقلت لا هقلل درجه الحراره شويه. بصوا انا حابه اقطعها معاكم، عايزه اقول لكم طعمه حلو. تكه القرفه دي برضو بتفرق قوي، القرفه يا جماعه حلوه جدا جدا جدا. الناس اللي بتقول احنا مش بنحب القرفه، ما تحطيش كتير، حطي نسبه صغيره بس، القرفه حلوه يعني جميله. هاخد طبعا قطعه عجينه زي ما حضراتكم شايفين كده، انا مش هفرد قوي من النص، انا حاول كل فردي وشغلي يبقى في الاحرف بتاعه القرصه، لان انا لما احط لو هفرد القرصه كلها بسوى واحد هاجي اقلب الم على بعضه هيبقى من تحت تخينه ومن فوق هتبقى رقيقه، فانا هحاول شغلي كله يبقى على احرف الفطيره زي ما حضراتكم شايفين كده. بصي اهو، وتلمي من الاربع جوانب، قفليها بس كويس جدا عشان ما تفكش. وبعد طبعا ما اعملها هسيبها مثلا بتاع 10 دقائق بره ترتاح، بس مش اكتر من 10 دقائق يعني، ما تسيبيهاش كتير اهو. بصوا انا ببطط كده، وبعد كده باخد شغلي كله بيبقى من على الحرف، يعني افردي من على الاحرف بس، انت ما تجيش جنب النص، بحيث لما تيجي تلمي ما تبقاش فوق مكان من تحت، مكان ما لميت كده يعني مكان ما بلم كده يبقى ده تخين ويبقى من وش القرصة رفيع. انا بحاول على قد ما اقدر يبقى اللي تحت زي اللي فوق اهو. ظبطي بقى شكلها، يعني احنا معرضين واحنا شغالين واحده شكلها يبقى زي دي كده، بس كله حلو، احنا اللي هناكل دي حاجتنا، واعملي الشكل اللي عجبك، حابه تعمليها مدوره مستطيله اشكال اي شكل يعجبك اعمليه. وموفره جدا، يعني اروح اجيب من الفرن 2 كيلو ب 70 جنيه، ده انا اكمل على 70 جنيه واجيب مثلا فرختين او كم، يعني اجيب اي حاجه مفيده، مش هروح اشتري دقيق من الفرن، حاجات مش ضامنه الزيت الشغال، مش ضامنه ايديهم كمان، يعني احنا في كورونا في الموجه الرابعه في الموجه الثالثه اسفه، فربنا يسترها علينا كلنا وعلى اولادنا. نحاول على قد ما نقدر نعمل كل حاجه في بيتنا. الفول ده سهل جدا يتعمل في البيت، انا شايفه ان هو ما فيش داعي ان انا اشتري فول،
نص كيلو هيهيصك ويقضيكي مثلا بتاع 10 ايام ولا اسبوع لو انت واخده ان انت تفطري كل يوم الصبح فول، واخده ان انا كل يوم الصبح اروح الفرن اجيب بقسماط اجيب مش عارفه ايه. طب ما تعمليه في بيتك، سهل مش مكلف ونضيف. انا من ضمن الناس اللي مش بدور على الفلوس في الاول في الاخر، انا هدور على النظافه، بدور ان انا اكل ولادي حاجه صحيه ونظيفه. هتقولوا يا نرمين ايه الصح في كده؟ ما فيهاش حاجه، انا عاملاها بزيت طبعا، دي صيامي. لو احنا فاطرين اكيد كنت عاملها بزبده، الزبده ما فيهاش اي حاجه، او سمنه بلدي يعني، ومفيده. والعجوه طبعا والسمسم يعني كل حاجه بالسكينه بقى زي ما حضراتكم شايفين كده، وهبتدي اشرخها كده 3 تشريخات بحيث تدي شكل. ما انا قلت لكم انا عايزه اعملها زي بتاعه الفرن كوبي، انا كان ممكن ما اعملهاش كده، بس انا حابه اوري جوجو بنتي ان ينفع اي حاجه بره نعملها في البيت مفيش مشكله. فعملتها لها، عايزه اقول لكم كانت مبسوطه جدا جدا جدا. بصوا شكلها بعد ما استوى، بصوا هرصها بقى على اي حاجه. انا هنقلها دلوقتي من على البلانشه، بس انا قلت احط هنا عشان انا عايزه الصاج هسوي فيه تاني اهو. طبعا لو عايزاها طريه مش عايزاها ناشفه، هتبتدي تجيبي كيس نايلون تغطي بيها، وعلى كيس النايلون تحطي اي فوطه تكون نظيفه، هتلاقيها طريت قوي معاكي. طب لو انت مش عايزاها طريه وعايزاها ناشفه هتسيبيها مكشوفه في الهواء، بس احنا شخصيا بنحبها طريه، فانا غطيتها بكيس نايلون، اي كيس نايلون يكون نظيف عندك، وبعد كده بفوطه عليهم هتبتدي بقى تطرى وتبقى جميله جدا، عامله زي السكينه في الحلاوه. بس كده. معلش انا اسفه المقطع ده تعاد تاني، بس صعب امسحه يعني، انا لو مسحته هبهدل المونتاج كله بتاع الفيديو، فمعلش سامحوني. دي صينية تانية يعني، انا الصينية خرجت مسحتها بمنديل ورجعت كملت فيها تاني، انا لا دهن الصينية زيت ولا اي حاجة خالص، يعني انا اكتفيت بكوباية الزيت بس. المهم تظبطي درجة حرارة الفرن علشان القرصة بتاعتك يعني تاخد حقها في السوا. وده صاج تاني برضو، بصوا حابة تقللي السوا عن كده ماشي، حابة تزودي عن كده ماشي، بس انا شخصيا اعتقد ان السوا ده مناسب جدا جدا. مش دهنين الوش اي حاجه، بلاستيك لو انا حباها طريه. طيب لو انت حباها ناشفه وبتقرمش مش هتغطيها خالص هتسيبيها، بس هو احنا بنحبها طريه. بصوا ده نوع المعجنات، دي قرص بتتباع في الفرنه. بصوا انا غطيتها عشان تبقى طريه اهي، بصوا اهي، بصوا طريه وعامله ازاي من جوه هشه، بصوا تحفه حلوه جدا. واحدة فين اهي، كل ما تغطيها كل ما تطرى معاكي. الفيديو بتاع النهارده سهل وبسيط ويستاهل التجربه. القرص دي احنا بنشتريها من الفرن، عايزه اقول لكم انا سالت عليها لقيت الكيلو ب 35 جنيه، وطبعا مش زي دي يعني، دي حاجه نظيفه انت عاملاها في بيتك بايدك، ضامنه انت حاطه الماده الدهنيه ايه. دي صيامي انا عاملاها بزيت طبعا، انت لو حابه تبدلي الزيت بزبده بسمنه بلدي اي نوع حاجه ماده دهنيه انت حباها مفيش اي مشكله، بس دي صيامي. وزي ما قلت لكم بتتباع في الفرنه الكيلو ب 35 جنيه. طب انا اشتريها ليه كيلو ب 35 جنيه؟ انا جبت كيلو دقيق يا ستي هقول ب 10 جنيه، هقول ب 12 جنيه زي ما تجيبيه. والعجوه كانت عندي، لو مش عندك برده ممكن تشتريها، هتجيبي ب 5 جنيه ب 10 جنيه على حسب الكميه اللي هتعمليها. والزيت في بيتك اي نوع زيت، اي زيت موجود عندك وتعملي بيه. كيلو دقيق عمل لي تقريبا لسه في تاني في الفرن اهو، يعني انا حابه اوريكم اهو، ولسه في تاني على الرخامه. هاتي يا جوجو كده اهو، وزي ما انتم شايفين طبعا اللي انا طلعته ده، بس اختصارا للوقت عشان انا نازله، فاللي هو يعني هقلب بقى بسرعه بسرعه عشان الحق اودي بنتي الدرس، فحبيت اعمله معاكم يعني الفيديو قبل ما انزل. عملت فوق ال 2 كيلو يعني، ممكن 2 كيلو وشويه، انا مش هقول بقى 2 كيلو وشويه، لا انا هقول 2 كيلو بس. 2 كيلو، كيلو ب 35 جنيه يعني 2 كيلو ب 70 جنيه، في حين ان انا عملتهم اقول ب 20 جنيه،
بالزيت بالعجوه بالدقيق يا ستي قولي 20 جنيه. وفرتي كام بقى من ال70 جنيه؟ بصوا شكلها، بصوا قد ايه هشه. قربي يا جوجو، بصوا قد ايه من جوه طريه، بصوا بصوا تروها، بصوا حلو، نظافه، توفير. املي بيتك باقل التكاليف، ممكن تعملي اي حاجه بتكاليف قليله، مش هتحتاج مننا مجهود ولا وقت ولا اي حاجه خالص، وتملي بيها بيتك الصبح تفطري بيها. طبعا لو انتوا صايمين زي حالتنا، قصدي المسيحيين اللي هو احنا يعني صايمين، هنفطر بيها بكوبايه شاي. طيب اخواتنا طبعا المسلمين اللي مش صايمين، كوبايه شاي برده لو حابه، كوبايه شاي بلبن، اي حاجه. عايزه اقول لك فطار حلو في البيت في وسط النهار لو انت جعانه طبعا وحابه تاكلي اي حاجه كده على ما الغدا يتحضر. المهم انا شايفه ان هو خير في البيت بجد بجد، هيفوتكم كتير قوي لما جربتوش الفيديو، هيعجبكم جدا جدا. يا رب ينال رضاكم، يا رب يعجبكم. وهو سهل وبسيط زي ما انا قلت لكم، اي حد يقدر يقوم يحضره بمنتهى السهوله وبمنتهى البساطه. اشوفكم في اكله جديده او في وصفه جديده من قناه بيت العيله واكلات نرمين، وباي باي.